تحت شعار بلادنا ديما خضراء ونعيد الحياة للغابات، تنظم مؤسسة تريد هذه العملية بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي ومحافظة الغابات لولاية تيزي وزو والسلطات المحلية للمنطقة، بهدف إعادة بعث الغطاء النباتي لبلدية أيت خليلي التي شهدت بدورها كابوس الحرائق التي عصفت بالعديد من مناطق البلاد في السنواتين الأخيرتين. هذه العملية هي رمزية، ربما نقدر نزيد عملية أخرى يعني في نفس المنطقة أو منطقة أخرى، وهذا تضامنا مع يعني هذه المناطق اللي شهدت يعني حرائق. الهدف منها هو إعادة يعني تشجير هذه المناطق، لأن اليوم لي شونجمون كليماتيك اللي رانا نعيشوها، التغير المناخي يعني ارتفاع درجة الحرارة اللي شفناها في السنوات الماضية، يعني السبب الكبير تاعها هو تقلص الغطاء النباتي يعني في الجزائر. في شمالي ثقين خدمت سيدا كنا دنخلف ازمورني ايكالغان ذو الصح الدولة في كديد اليمن اطاسي من يدغرم الخسارة ايكلان، بصح مازال الخدمة تكمل مراتي كبانيين وكيف كانت الدافوس كانت الدافور عاون نتد ايوا كنا غنحيو ثوثرث كاس سمير ذاكي غوزدون تيزي وزو الى قنزون الى قنزون ينيسي ونا اكني دو فيغ تي زمري نزانت توياض كساد ديك ستلغل اللي عاشق يسد الى قد جا زمري وياض دونك نسعى اون ميسيون سي دو بلونتي واتت نصحا اي وقد يتسكن دو برو دو لوان غير وين شتاكيا.